عرفانا بدوره الكبير في حفظ الأمن والاستقرار، أدى الجزائريون بعد ظهر الأربعاء صلاة الغائب في كل مساجد الجمهورية ترحما على روح الفقيد المجاهد أحمد قايد صالح. صلاة الغائب اليوم التي أقمناها هي صلاة حكمية اجتمع فيها أهل البلد الواحد على معنى واحد، وهو تكريم هذا الرجل رحمه الله تعالى بالمشاركة في الصلاة عليه كالبلدة الواحدة. من جنوب البلاد وبولاية ورقلة أقام المصلون جنازة الغائب ودعوا للفقيد بالرحمة. القايد كان حامي البلاد وحامي الوطن ورجل وطني في الدم، بصح تأثرنا فيه، ولكن دولته لا تزول إلا بزوال الرجال. خلها أمانة، والأمانة راهي واعرة جماعة، والله الأمانة لا واعرة. تسع شهور الرصاصة ما طلقتش. الله يرحمه ويوسع عليه، وصل الرسالة وأدى الأمانة وأصلح هذه الأمة. قايد صالح أعطى درس للعالم أن الإنسان ممكن يكون تحت الكرسي ويزهد فيه. كما كان الحال مثله في الغرب الجزائري وبولاية وهران. جينا صلينا صلاة الغائب على الفقيد الله يرحمه إن شاء الله يا ربي. اللهم يا ربي ارزقهم الصبر الجميل إن شاء الله برحمتك الواسعة. نسأل الله عز وجل لأخينا الثبات في الآخرة. صلاة الغائب على الفقيد رحمه الله تعالى، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعوضنا رجال إن شاء الله خير في ذي البلد إن شاء الله. برج بوري ريجيا الأخرى كانت حاضرة، حيث أقام المسؤولون المحليون رفقة المواطنين صلاة الغائب. ها نحن اليوم برفقة مواطنينا نصلي صلاة الغائب على المرحوم إن شاء الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يجعله في جناته، وأن يجعله في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يختلف الوضع عن بقية الوطن على غرار ولاية تبسة، غردايا، طامن راست التي أدى فيها المواطنون صلاة الغائب. نحن ولله الحمد نتبع أولياء أمورنا في هذه الأمور، وأولياء الأمور يختارون إن شاء الله تعالى ما هو الأوفق ويرجحون ما هو الأحسن في باب دين المسلمين ودين الجزائريين، فوفق الله الجميع ورحم الله الفقيد برحمته الواسعة. في المقابل أدى العسكريون العاملون في مختلف الثكنات المنتشرة عبر ربوع الوطن صلاة الغائب في صورة نادرة لوفاء أفراد الجيش لقائدهم الراحل. مرة أخرى يبرهن الجزائريون على اتحادهم في مثل هكذا محن تمر بها الجزائر، ويعطون درسا في وفائهم لرموز ورجال الوطن. ابكي يا وطني على سبع الهدى، ابكي على القايد جانا خبره اليوم، ابكي على اللي يوقف في وقت الشدة وعطى العهد قال الوطني مالو سوم.